ناخذكم إلى جدة اللي شهدت أمس انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بشعار السينما كل شيء، وتم اختيار 131 فيلم من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلد ب 41 لغة مختلفة. المزيد من التفاصيل مع زميلتنا مهال فران في التقرير التالي. احنا اليوم في المؤتمر الصحفي لانطلاق الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عندنا لحظة فخر كبيرة انه اعلنا عن فيلم اختتام المهرجان، وهو فيلم سعودي، فيوريك وين السينما السعودية وصلت هذه السنة، شقت الطريق. ففيلم الختام راح يكون فيلم سعودي فالي رود، فاحنا سعيدين في هذا الشيء. غير عن كذا عندنا 131 فيلم اعلنا عنهم هذه السنة في الدورة الرئيسية، منها 21 فيلم سعودي، 7 منهم أفلام طويلة. اختيار الأفلام شغل كتير ذاتي، كل مبرمج عنده تطلعاته، والاختيار الأفلام شيء كتير ذاتي، بيبقى في ناس يمكن يرفضوا، في ناس يقبلوا. فأنا بالنسبة لي دايما بكون عندي قلق قبل بداية المهرجان، لا تتخيلي كم قلق من ردة فعل الجمهور على الأفلام اللي نحن اخترناها مع لجنة التحكيم، ومنكون عندنا شك إنه يا ترى هل الأفلام اللي اخترناها هي جيدة كافية، هي حتى الجمهور حيتقبلها، حيتفاعل معها، حيسألنا أسئلة، حيخصمنا، حيكون معنا. فأنا بعيش بقلق، بس هي برمجة ذاتية. طبعا فعاليات كثيرة بنطلع عليها هذه السنة، حيكون عندنا 23 مشروع قيد الإنتاج. كل هذه المشاريع احنا اخترناها بحرص بحيث انه يكون عندهم فرصة انهم يعطوا pitching sessions، ويعطوا حيكون عندهم اجتماعات مع منتجين وممولين بحيث يدعمهم هذه المشاريع. عندنا اكثر من 7 شركات راح تعطي تمويل لهذه الشركات، غير طبعا التمويل اللي حيكون من المهرجان، من صندوق المهرجان. عندنا برضو مجموعة من الحوارات وسلسلة نقاشات مع منتجين ومخرجين عالميين ومحليين وسعوديين، يناقشونا في مواضيع مختلفة في صناعة الأفلام هذه السنة. وطبعا عندنا من أهم المشاريع عندنا أيام المواهب، حيكون لمدة يومين للموهوبين في مجال الأفلام وحابين أنهم ينموا مهاراتهم. حنعطيهم ندوات، محاضرات ونقاشات بحيث أنه نقدر نطلعهم من فرصة أنهم مبتدئين إلى عالم البروفيشنال والناس المحترفين في مجال الأفلام. شكرا لزميلتنا مها الفران على هذا التقرير الجميل. مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وأكيد أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر زميل كريم على هذه الحلقة الجميلة، شكرا لك يا ريم، وأكيد نشوفكم بكرة في حلقة جديدة. ولا تنسون لمقترحاتكم ومشاركاتكم أنكم تتواصلون معنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفكم بكرة في حلقة جديدة، في أمان الله.